للأسف يا جماعة، في اليومين اللي احنا فيهم دول وظروف الحرب على فلسطين وأخواتنا اللي بتموت والناس اللي بتتحرق والناس اللي بتولع والناس اللي بتتفرتك والأشلاء والكلام ده كله، ويجي برضو واحد بكل سهولة يقول لك وأنا مالي، أنا أعمل إيه؟ طالما بعيد عني أنا ماليش فيه. يعني بالظبط زي ما جحا قالوا له إلحق يا جحا ده الحرامي في السوق، قال لهم طالما بعيد عن جيبي أنا ماليش فيه. طيب تلاقي واحد تاني بيتاجر بقى، ياخد بقى مقاطع وصور وبتاع وبيتاجر بالدم، انت فاهمني، ويعمل فيديوهات وبتاع والناس تتفرج ونلم لايكات ونلم، بس هو بالنسبه له الموضوع اساسا هو برضه ملوش فيه. طب يا عم انت دلوقتي واحد يقول لي طب انا اعمل لك ايه بقى انا كمان، يعني انت بتقول لي انا طلعت قلت طب انا في ايدي اعمله، لا انت في ايدك كتير، ومش هن برضه هنعمل زي الناس اللي طلعت وافتحوا الحدود واحنا هنروح ونيجي، عشان قسما بالله قسما بالله قسما بالله الواحد كل يوم قلبه بيتكسر بال100 مره على الناس دي. فبرضه الموضوع ما بيدورش كده، الحروب دي دول ومعاهدات واتفاقيات وكلام ده كله، فكلامنا احنا بتاع الحماس الزايد ده ونفتح حدود وبتاع مفيش الكلام ده، عشان برضه ما نبقاش ايه بنضحك على بعض، دي دول كبيرة ودول هي عارفة هي بتعمل ايه. ايه المطلوب من حضرتك انت؟ المطلوب من حضرتك انت ادعي للناس دي، ادعي لهم، انت مسلم انت مسيحي انت بتصلي، مسلم مسيحي بتصلي، بتروح الجامع وبتروح الكنيسة، ايه ده يا عم للناس دي؟ عشان الناس دي اخواتك والناس دي في زنقة، ودي او ربنا يا رب يرحم كل اللي مات فيهم وربنا يعفى عنهم اللي هم فيه. بس يا ريت بعد اذنكم يا جدعان، يعني يا تقول كلمة كويسة يا تسكت، ما تفضلش تعمل عشان انت ما حطيتش نفسك لحظة واحدة ان انت تبقى في مكان الناس دي، عشان قسما بالله ربنا يعلم بالناس دي وربنا يعينهم على اللي هم فيه، وان شاء الله ربنا ينصرهم. دعواتكم للناس دي ان ربنا يزيح الغمه دي من عليهم يا رب، وربنا يرحم اللي مات منهم، وربنا يرحم ولادهم، وربنا يعفى عنهم يا رب يعفى عنهم، وربنا يا رب يا رب يا رب يزيح الغمه دي من عليهم. فبعد اذنكم يا جماعه، الوقت مش وقت لا مزايدات ولا بنتعامل على بعض، مفيش الكلام ده، انت كل كلمه هتقولها انت ربنا هيحاسبك عليها، فانت بايدك ادعي للناس دي، ربنا كرمك وتقدر ان انت تتبرع، اتبرع للهلال الاحمر ما فيش مشكلة، اعمل أي حاجة لو بكلمة، بس يبقى ليك دور، عشان تصدقني بعد ما الحوار ده هيخلص سواء بالسلب أو بالإيجاب، أنت لو أنت لسه جواك بني آدم وإنسان بيحس هتحاسب نفسك على كل اللي فات وتقول يا ريتني كنت دعيت للناس دي، وربنا يا رب يرفع عنهم الغمم.